صار فترة كل شوي وصيتون نصور لكم محل مال فخاريات بيت الكواز، أقدم محل فخاريات موجود ببغداد. عندهم فرحهم بالصدر يصار له 100 سنة، وهذا فرحهم الثاني بمنطقة العلاوة. تعال نصوره. هاخذكم جولة وين؟ بيت الكواز للفخاريات، أقدم محل فخاريات اللي بالصدرية ومنافسهم هنا موجودين منطقة العلاوي، ما بين سينما بغداد وما بين وزارة الثقافة. هذا محلهم. تعالوا نصور اللي شغلات اللي تعجبكم والحلوة البغدادية القديمة. شونك؟ شون صحتك؟ عوف كل شيء من يدك وتعال اشرح لي على هاي الحبوبة وهاي الجدورة اللي موجودة. الحب الوسط وعندنا الحب الكبير. هذا وسط. هذا هو والقاعدة. بيش؟ هذا هو قاعدة 20. 20 وهذا؟ هذا هو قاعدة 25. 25. هسه اصور وتدلل. رحم الله والديك حبيبي. اذني كلش عجبني. اذني المنقلة الفخارية. شوفوا اذني القواري تنحط بهاي الطريقة. اذني ايش قد اسعارهن؟ اذني ب20. ب20 زين. وهاي اذا عندكم خبز سفره شيء اصيل موجوده. طبعا هاي شدوره فخار كلش كلش راقيه، اكثر من قياس، اكثر من لون. هذين ايش يسموهن؟ عندنا هاي سجاده الصلاه، عندنا هذا هنا المفرش اللي يستخدم للاكل يسموه طبق. زين هنا هذا الجمال احكي لي عليه فدوه. ايه حبيبي هنا احنا مختصين بما انه بالفخار. زين حبيبي هنا عندنا طبول من لوازم زكريا. مال زكريا. نعم. هذا هنا هو نبيع جمله مفرد. زين جمله مفرد. جمله مفرد. هاي هنا هم عندكم ثاني تفاصيل. ايه يحب ان هاي السوالف مال زكريا صينيه. نعم زكريا. هاي مال زكريا صينيه. هاي زكريا. ايه صغيره وكبيره كلها فخار. فخار. عاشت ايديكم. هاي الدله كلش حلوه هم فخار. عاشت ايديكم والله شغل حلو. اذني شنو؟ اذني مبخره. مبخره دا اقول انا احب المباخر طبعا. زين قواري. هذا شنو هذا؟ هذا هنا تنقى للمي. تنقى مال مي. بغدادي بغدادي ها؟ ويلي احنا هاي مصلحتنا قديمه جدا قديمه. 100 سنه صار لكم. صدريه وهنا طبعا الثانيه. لا ناخذهن وحده وحده. ناخذهن وحده وحده. عين. لان هاي شغلات ما تتفوت بصراحه. زين هذني شنو؟ هذني هنا عندنا شكردان. شكردانه. نعم شكردان. حلو. يستخدموا يعني مثل ما نقول انتم عندكم كل لوازم المطبخ فخار. كل لوازم المطبخ فخار. حتى عندنا طاوه. وينها؟ هاي موجوده ما شاء الله. شوف يا ان شاء الله سيراميك. اه هاي جدوره سيراميك. عندنا هذا الطاجن. عاشت ايديك والله. ما شاء الله ما شاء الله. هاي كلش حلوه هاي شوفوها. زين واي وصوني قالوا لي صورونا محل مال فخار. قلت ماكو غير بيت الكواز. شوفوا هاي العربانه زين حلوه. زين حلو ما شاء الله. زين من فوق بيش ذني؟ ذني عندنا ترامز. ايه استاذ علي ترمز الكبير 15000. عندنا صغير 12000. ذني شنو ذني؟ ذني هنا عندنا بريق بنيه والولد. بريق بنيه والولد يا زكريا. كتابه بدون كتابه سيراميك. عندنا هنا الطبول كافة الأحجام. أذني الكبير الصغير. نعم عندنا هذا البيبي هذا صغير جدا. حلو. هذا الطابول السيراميك ما شاء الله. وايك شغلات عنده والله. لالة أويلي. لالة الفخار. حلو. بيش هاي؟ هاي سعرها جملتها 3000. جملتها ما شاء الله. ذني كلش حلوه ذني. اي هاي سيراميك. يعني مطلب سيراميك هذا. هذا نوعيه ذاك فخار وهذا سيراميك. هو هم فخار بس مطلب سيراميك. ناهم عندهم ما شاء الله شوفوها الكراتين كلها توصى خير من الله. وعندهم بضاعه يعني بعد عندهم محل ثاني بالصدريه مو؟ نعم. نعم استاذ علي جمله مفرده. جمله مفرده. جمله مفرده. ما شاء الله. اذا احد مثلا يوصيك على كميه. نعم. او هاي المحلات محمد بن هروان. وين محمد؟ ايه بن هروان. زين. نعم. اي كميه اي شكل مطلوب نصنع احتياجي. زين اللي بالجمله يكون ارخص شويه. ارخص. ارخص اكيد ارخص حسب الكميه. كل ما كميه اكثر يصير ارخص ما شاء الله. وين عنوانك بالضبط؟ عنواني اوصف للمتابعين هنا. عنواني بالضبط. ايه عندنا هنا شارع وزارة الثقافة والإعلام. هذا شارع وزارة الثقافة والإعلام ما بين وزارة الثقافة والإعلام وسينما بغداد منطقة العلاوي. منطقة
العلاوي. بيت الكواز جملة مفرد للفخار. هاي كل الشغلات اللي تحتاجوها فخارية موجودة عندهم. هاي شو يسموها هاي؟ هاي مفرش. أنا هاي العربانة بصراحة صدق عجبت. صدق حلوة. عربانة كرويتات. وين الكرويتات؟ عندنا هاي كرويتة أيضا. شوفنا يا أبي. الله الله الله. الشخصيات الزكريا يحطون بيها. ما شاء الله. عندنا هاي عربانة مال لبلبي. حلو هاي. عاشت ايدك والله. ايش قد تليفونك؟ 07702667634. ابو حسين بما ان انت اسمك هم علي. نعم استاذ علي. يجيك من طرف يدير بالك علي. من يوم انت وياه ممنونك. الله يحفظك. اشكرك حبيبي.